الحقيقة لابد أن أنا أشيد قبل ما أبقى وزير بتجاوب الحكومة مع مخرجات الحوار الوطني، وأنا لما بعد ما كلفت وشرفت بالحقيبة الوزارية الحقيقة من أول المهام اللي أنا مكلف بيها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني. الحوار الوطني منذ أيام بسيطة رفع لمقام السيد الرئيس يعني قضية مهمة جدا، قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وده الحقيقة انتصار جديد لملف حقوق الإنسان. احنا بنشتغل في هذا الموضوع بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري. احنا بنفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل، مفهوم متكامل. حقوق الإنسان بالمناسبة مش مجرد حقوق مدنية ولا حقوق سياسية فقط، حقوق الإنسان حقوق اقتصادية وحقوق مجتمعية. أنا مش قادر أفهم اللي بيتكلم عن الحقوق السياسية كيف يمكن أن يكون هناك حقوق سياسية من غير مجتمع آمن وبيئة آمنة، كيف يمكن أن تمارس حقوق مدنية من غير بنية تحتية تساعد على يعني ممارسة هذه الحقوق، كيف يمكن ممارسة أي نوع من أنواع الحقوق من غير النشاط الاجتماعي والنشاط الاقتصادي. الدولة المصرية بتنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة، برؤية متكاملة، وعارفين أن حقوق الإنسان هي عملية تراكمية، هي عملية تراكمية الممارسة فيها يعني بتتطور مع الوقت، وزي ما بيقولوا هي ongoing، عملية مستمرة، عملية مستمرة تطوير حقوق الإنسان. طبعا يعني لا يفوتني أن أنا أشير إلى أن التواصل السياسي بيخلق قناة مستدامة ما بين المواطن وما بين أجهزة الحكم، بيخلي المواطن مش مستقبل فقط أيضا مرسل، وبيخلي الحكومة مش مرسل فقط أيضا مستقبل. هي دي المعادلة باختصار. احنا حريصين على التواصل في وزارتنا مع جميع الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة داخل البرلمان أو غير ممثلة. احنا مكلفين بزيادة الممارسة الديمقراطية وتعمقها بالتعاون مع كل المؤسسات وكل الوزارات. احنا أيضا مكلفين بالتعاون المباشر وتطوير الحركة النقابية كحركة نقابية، وأيضا الاتحادات المهنية بأنواعها سواء يعني صناعات، تجار، مستثمرين، أي نوع آخر من الاتحادات. في وزارتنا بنول اهتمام خاص بالشباب والمرأة. ملف الشباب بالنسبة لنا ملف حيوي جدا، المجتمع المصري مجتمع شاب، بنتعاون فيه مع كل المؤسسات والوزارات المعنية، وأيضا مؤمنين أن المرأة 50% من المجتمع، فأنت يا إما هتعطل 50% من المجتمع يا إما هتخلي 50% من المجتمع ده نشط وفاعل ومنتج. وأظن يعني زي ما حضراتكم شايفين العصر الذهبي للمرأة هو العصر الذي تعيشه الآن تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. آخر حاجة حابب أشير إليها علشان ما أطولش عليكم، أن من مخرجات الحوار الوطني كان في جزء ثقافي كبير، والحقيقة أن الجزء الثقافي الكبير ده كان موجه جزء منه للشركة المتحدة. واسمحوا لي أن أتقدم يعني أعيد الشكر لما رأيته الآن من تنظيم هذه الفعاليات. زي ما بيقولوا الصورة تتكلم، الشركة المتحدة قادرة على أنها تجعل الصورة تتكلم. أنا واحد من الناس ما جيتش العالمين قبل السنة دي، لكن تحت تأثير هذه الصورة قلت لازم أجي أشوف العالمين. في مشتركات كتيرة جدا مع الشركة المتحدة مع مخرجات الحوار الوطني. احنا طالبنا في الحوار الوطني في مخرجات المحور الثقافي أو لجنة الثقافة والهوية أن يبقى في برامج لاكتشاف المواهب، طلبنا أن يبقى في قناة حاضنة للمؤثرين المصريين، وأنا عارف أن حضراتكم شغالين على الملف ده بشكل كبير. احنا يعني في بيننا وبين الشركة المتحدة كحوار وطني مشتركات كتيرة جدا، وبنشكركم على ما تم تنفيذه، وبندعوكم وبنتعاون معاكم في تنفيذ المتبقي إن شاء الله
متشكر شكرا جزيلا، أرجو أن أنا أكون أديت فكرة ولو بسيطة عن نشاط وزارتنا، وعبرت عن إعجابي بما رأيته في مدينة العلمين، هذه المدينة الساحرة التي أصبحت واقعا. أدعو يعني من لم يزر مدينة العلمين أن هو يجي ويزورها، هيستمتع وهيشوف جو تاني ما شافوش في أي حتة في مصر. شكرا جزيلا. أوي أوي بكل سرور. نور إبراهيم من قناة سي بي سي، بنرحب بحضرتك معالي الوزير، وبنرحب بأستاذ عمرو الفي. عايزين نعرف من حضرتك أولويات الأجندة التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الخامس إن شاء الله والمقرر لأكتوبر المقبل. لو كنت سألتني السؤال ده بكرة كنت جاوبت عليك، لأن أنا عندي الصبح إن شاء الله موعد مع دولة رئيس مجلس الوزراء للنقاش في الأجندة التشريعية. إن شاء الله في اجتماع الصبح مع دولة رئيس مجلس الوزراء هنا في العلمين، لكن خليني أقول لك محددات الأجندة التشريعية. رقم واحد برنامج الحكومة، رقم اثنين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، رقم ثلاثة القوانين المشتركة ما بين أكثر من وزارة. دي المحددات اللي احنا على أساسها بنعمل الأجندة التشريعية. الاقتصاد جزء كبير، التنمية جزء كبير، تنمية الحياة السياسية والتثقيف السياسي جزء من هذه الأجندة التشريعية، احنا ان شاء الله حريصين عليه، لكن لن استطيع ان اجيب بتفصيل اكتر الا بعد ما اخد يعني الكليرنس من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتعرض هذه الأجندة التشريعية على مجلس الوزراء الموقر ليقرها. سيادة المعالي الوزير، برحب بحضرتك وبرحب بالأستاذ عمرو. أنا محمد الجباس من قناة سي بي سي. أهمية ضم التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية والقانونية يا فندم. هي زي ما قلت لحضرتك هي حلقة من حلقات تطوير العمل السياسي.